الحكومة الإسرائيلية على تشديد أنظمة الطوارئ بهدف وقف انتشار فيروس كورونا، حيث ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء. وفرضت الحكومة الإسرائيلية إجراءات مشددة على الخروج من المنازل، إضافة إلى حظر التجمهر في الأماكن العامة لغايات أداء الصلاة أو حفلات الزفاف. ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى قرابة 4800 حالة، من بينها 17 حالة وفاة. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له نتنياهو والمقربون منه كانت سلبية، لكنه سيبقى في الحجر الصحي في انتظار تعليمات جديدة من وزارة الصحة الإسرائيلية. رجح مسؤولون في جهاز الصحة في مدينة القدس أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة أعلى من العدد الذي نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية، وهذا يعود إلى التخوف من انتشار أوسع للكورونا في شطري المدينة، خصوصا بين الفلسطينيين واليهود المتزمتين. أنذر مسؤولو جهاز الصحة في مدينة القدس من حجم كارثة تصعب السيطرة عليها، مرجحين تفوق عدد المصابين بفيروس كورونا على العدد الذي نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية. صورة قاتمة يعزونها إلى انتشار الفيروس الواسع في الأحياء الفلسطينية والمناطق التي يقطنها اليهود المتزمتون، وكلا المجتمعين يشكلان الأغلبية العظمى من السكان. ففي القدس الشرقية تتواصل سياسة دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين. وزارة الصحة لا تجري فحوصات لاكتشاف انتشار كورونا، مراكز التحاليل وتوفر العينات يكاد يكون معدوما. المناطق العربية اللي هي بتفتقد لمنطقة للفحص، يعني التوجه عشان يعمل الفحص هذا ما في عنا احنا هون بشرقية القدس. اذا في اشي بنتصل في نجم الدهود اللي هي في مادة، وعن طريقهم او عن طريق وزارة الصحة، اللي برضو الناس قاعدة بتواجه مشكلة اللغة معهم، لأن المكيد عندهم باللغة العبرية، ما في عندهم عربي. وإن دل حديث الأطباء والأمناء على صحة المقدسيين على شيء، إنما يدل على فوارق جذرية في المنظومة الصحية حتى في أكثر الأمور بديهية. عدم إتاحة المعلومات والتوصيات باللغة العربية للفلسطينيين في المراكز الصحية هو أمر إضافي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمد مجموعة كاليهود المتزمتين الحارديين بكل ما هو ضروري لتخطي أزمة كهذه، وهم الذين لا ينصعون إلا لقوانينهم ومعاييرهم المجتمعية الداخلية. وتبعا لذلك دخلت القوات الإسرائيلية عدة أحياء للحارديين من أجل تطبيق التعليمات وفرض القيود على الحركة، علما بأن السلطات الإسرائيلية تعى النقص بإجراء فحوصات الفيروس، كما تدرك ميل إخفاء السكان للحالات المصابة. وعلى ضوء ذلك ربما تدفع إسرائيل اليوم ثمن تجاهلها لمجتمعين، أحدهما احتلته وهمشت قطاعاته الاقتصادية والخدماتية، وآخر أعطته كامل الحرية في بناء دولة داخل دولة. أمير خطيب العربي، القدس المحتلة. وينضم إلينا أحمد جرادات من القدس. أهلا بك أحمد. إذن في ضوء هذه المعطيات وارتفاع عدد الإصابات خصوصا من المتزمتين الذين لا يلتزمون بالإجراءات، كانت إسرائيل قد طلبت بعض الأجهزة، أجهزة التنفس والكمامات، من عدة دول، هل وصل منها شيء حشد القطاع الطبي لديها؟ على ضوء ما كان أعلن عنه في الإعلام الإسرائيلي خلال الفترة الماضية عن رفض ميركل وهي المستشارة الألمانية من إعطاء إسرائيل الموافقة على إعطاء إسرائيل وبيع إسرائيل عدد من أجهزة التنفس الصناعي، اليوم وفي بيان في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بأن استطاعت اللجنة المكونة من مكتب رئيس الوزراء وأيضا وزارة الصحة والموساد والجيش الإسرائيلي من الحصول على 27 جهاز تنفس، إضافة إلى أكثر من 8 ملايين من الكمامات المخصصة لفيروس كورونا. هذه تأتي ضمن الإجراءات الإسرائيلية
بمحاولة جلب العديد من الأجهزة وبالتحديد أجهزة التنفس، وذلك تحسبا للحظة الانفجار الكبير في عدد الإصابات الذي ما زال يرتفع. حتى الآن الحصيلة أكثر من 4800 مصاب بهذا الفيروس، وهناك ترجيحات بأن يرتفع هذا العدد خلال هذه الفترة وربما حتى الأسبوع المقبل، لا سيما مع التزامن ذلك مع عيد الفصح اليهودي. وهناك دعوات إسرائيلية بضرورة الالتزام من أجل تقليل عدد المصابين. الآن ربما ستتجه الإدارة الإسرائيلية إلى فرض بعض الإغلاقات على عدد من المدن التي يسكنها اليهود المتدينين. لم تعلن، يعني لم يعلن مكتب نتنياهو من أي دولة، فقط تم الإشارة لأنهم استطاعوا الحصول على هذه الأجهزة وهذه المعدات دون أي تفاصيل أخرى عن الدول. هناك ترجيحات لدى الإعلام الإسرائيلي ولدى عدد من المراقبين بأن حاليا مثل هذه المعدات يتم جلبها من السوق السوداء، لذلك تدخل بذلك الأجهزة الإسرائيلية إن كان من عن طريق الجيش أو عن طريق الموساد. وحتى كان هناك اتصال وثيق بهذه اللجنة من قبل المستشار الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي مئير بن شبات. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من